بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي، يشرفني ان اكون معكم في فيديو خاص باهم صيغ الاسئلة الواردة في الامتحان التمهيدي والامتحان الوزاري والخاص بقواعد اللغة العربية، بالتحديد موضوع كان واخواتها وان واخواتها. السؤال الاول، احذف كان واخواتها وان واخواتها من الجمل التاليه وغير ما يلزم تغييره. الجمله الاولى، يظل العراقيون مثالا للصبر والايثار. الجمله الثانيه، ان الحارسين ساهران. الجمله الثالثه، كان سد مأرب أول سد في التاريخ. كان سد مأرب أول سد في التاريخ. السؤال الثاني، أدخل كان وأخواتها مرة وإن وأخواتها مرة أخرى على الجمل التالية وغير ما يلزم تغييره. الجملة الأولى، المخلصون محترمون. الجملة الثانية، الضيفان مسافران. السؤال الثالث، اختر الجواب الصحيح. كأن حرف مشبه بالفعل يفيد فراغ، التشبيه أو الترجي. ليس فعل ماض ناقص يفيد فراغ، النفي أو التحويل. إن الرافدين نهران عظيمان، تعرب عظيمان خبر إن مرفوع بالألف أو صفة مرفوعة بالألف. السؤال الرابع، استخرج المبتدأ والخبر وبين علامة رفعهما والسبب. العدل أساس الملك. العدل أساس الملك. الكتابان مفيدان. السؤال الخامس، في الجمل الآتية أسماء منصوبة، بين علامة نصبها والسبب. الجملة الأولى، إن المعلمين مخلصون. الجملة الثانية، أصبح اللاعبان نشيطين. الجملة الثالثة، كأن الصديقات أخوات. طبعا أولادي، هذه الصيغ مهمة جدا في الامتحان الوزاري والامتحان التمهيدي، وهي شاملة للمبتدأ والخبر وإن وأخواتها وكان وأخواتها. أتمنى لكم كل التوفيق وألتقيكم إن شاء الله في دروس وفيديوهات أخرى. مع السلامة.